السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من الفيديو ديال stores.ma. اليوم غادي نشوفوا واحد الطريقة بسيطة باش نطفو داخل ديال السيارة بالنسبة للناس اللي عندهم حيوانات، خصوصا الكلاب. كاين الناس اللي كيكونوا مربين كلاب دي شيان دو كومباني وداكشي، وكيكونوا معاهم في الطوموبيل، سواء في الكوفر اللي كيكون الطوموبيل كبيرة بحال الكات كات، ولا كيكون بحال غير في السياج اريير. وبعض الاحيان هاد الحيوانات كيخليو البعض ديال الشعر ديالهم وداكشي في الطوموبيل، وكيجي صعيب نتخلصوا منه بواحد الطريقه الا ما كانش واحد العناء كبير. بعد الوقت كنستعملوا لاسبيراتور، ولكن ماشي فعاله هاد الطريقه 100%. stores.ma كتقترح عليكم واحد الطريقه بسيطه وسهله. كناخذوا داك الفابوريزاتور، يعني هذاك اللي داك الرشاش، كنعمروا بالماء، وكنرشوه على البلايص اللي فيهم داك الشعيرات ديال الحيوان. وكناخذوا داك لا بيتيت راكليت، داك الكراطه الصغيره موجوده في الاسواق، وكنبداو نكرطوا داك البلايص بواحد الطريقه بسيطه كيف ما كتشوف في الفيديو. نتمنى هذا الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تتابعونا على stores.ma. نتلاقاو في حلقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.